مزمور 14 بيكلمنا عن نوع تاني من الناس، نوع تاني من الناس مش عايزين ربنا فين في حياتهم. قال الجاهل ليس ايه اله. داود نوعية بتقول من غير ربنا ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش اعيش. يقوم يكلمنا في المزمور اللي بعديه عن نوعية تانية تقول لا احنا مش عايزين ربنا في حياتنا. قال الجاهل في قلبه ليس اله. فسدوا ورجسوا وفعلوا، رجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد ذاعوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. مين هو هذا الجاهل؟ الجاهل ما هوش اللي عديم العلم او اللي ما تعلمش، لكن هتشوفوا ان الجاهل يرتبط بكلمتين تانيين، غبي وشرير. الجهل يرتبط بالغباء، والغباء مش معناه قلة القدرات العقلية، لكن معناه الغباء الروحي، الانسان اللي مش عايز يفهم ويقدر الامور الروحية. والشر، وحنشوف ان الجهل يؤدي الى الشر. عشان كده لما قال الجاهل في قلبه ليس اله، عملوا ايه؟ فسدوا ورجسوا بافعالهم، عاشوا في الشر وفي الخطية. احنا بنسمي اللي بيقول مفيش الله انه ملحد، اللي بيقول ان مفيش ربنا بنسميه ملحد. لكن ايه اسباب الالحاد اللي بيتكلم عنها هذا المزمور؟ هي انه بيقال لنا ثلاث اسباب للالحاد في هذا الجزء من المزمور، ثلاث حاجات يخلوا الانسان يلحد وينكر وجود الله، يخلوا الانسان ما يقول ان ربنا مش موجود. ايه هما بقى؟ حد يطلعهم لي. دي اخر حاجة. اول حاجة ان هذا الانسان تكلم في قلبه. يعني ايه تكلم في قلبه؟ فكر مع نفسه، استمد علمه ومعرفته من نفسه، ما سألش، ما تعلمش، ما خضعش. فأول سبب للإلحاد أو لرفض الله هي الكبرياء، هي إن الإنسان ما خضعش وتعلم، إن الإنسان بيتكلم مع نفسه وبيخضع للي بيقوله لنفسه، معتز بآرائه. زي ما أحد الموحدين قال: أبانا الذي في السماوات خليك في السماوات، مالكش دعوة بينا فين؟ على الأرض. قال له كده: أنت في السماء خليك في السماء، مالكش دعوة بي على الأرض. تاني سبب للإلحاد الجهل. هلك شعبي من عدم المعرفة. ثالث سبب وده الأخطر، إن الناس قالت إن مفيش ربنا مش لأنها مقتنعة إن مفيش ربنا، لأنها مش عايزة يكون في ربنا. ليه؟ عشان شهواتها وخطاياها، عايزة تعمل اللي هي عايزاه ومش عايزة حد يقول لها لا، ومش عايزة حد يقول لها في دينونة، مش عايزة حد يقول لها في عقاب. أحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة، ومش عايزين يجي للنور لألا توبخ وتفضح أعمال. عشان كده السبب الثالث أو الإلحاد العملي بقى، في إلحاد عقلي، واحد بيقول بالعقل إن مفيش ربنا، لكن في إلحاد عملي ممكن يقول بالعقل في ربنا، لكن يعيش كما لو كان مفيش ربنا، يتصرف كما لو كان مفيش ربنا. طيب نتائج هذا الإلحاد إيه؟ فساد أول حاجة، ازدادوا زي غانا وازدادوا فسادا. وبعدين يقول ابتدوا يظلموا أخوه الإنسان، يأكل خبزه، زي ما بيقول في عدد 4: ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو. كانت النتيجة إذا كان الإنسان بيقول ما فيش ربنا علشان يعيش بشهواته،
المترتب على كده عشان اعيش في شهواتي لازم اظلم غيري، لازم ادوس على الاخرين، بقى في فساد، في ظلم للاخرين، في قساوه قلب. وبعدين يقول والرب لم يدعو، في عدم اتكال على الله، محدش بيكلم ربنا، محدش بيدعو ربنا، كل واحد عايش لنفسه وبذاته وبشهواته. قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا رجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاحا الكل. وده الايه اللي اخذها معلمنا بولس الرسول في رسالته الرومية واستشهد بيها، ان الكل ذاغوا وفسدوا، اليهود والامم، كل واحد ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر، ربنا من السماء بيبص، والآية دي تورينا ان ربنا بيبص باستمرار، ربنا شايف باستمرار. لما بيكلم ابونا ابراهيم عن سدوم وعمورة يقول نزلت لانظر، بعدين يقول لابونا ابراهيم ان كان في بار واحد ما اهلكش الايه المدينة، وفضلوا يفصلوا لحد ما وصلوا 10 ابرار ملقوش، ليس ولا بار، ليس ولا واحد، ليس من يعمل صلاحا. لكن الله ناظر، ينظر كل شيء ويرى كل شيء. اذا كنا بنقول له ابانا الذي في السماوات وهو في السماوات ينظر، مش هو في السماء انحجب او انعزل عن الذين في الارض، لا، ده هو في السماوات ينظر كل الارض، لما يبقى من موضع اعلى يشوف كل ايه، كل شت، كل حتة وكل خفايا الارض. لينظر هل من فاهم طالب الله، ربنا بيدور على واحد فاهم، فاهم يعني لم يفسد عقله، واحد بيفهم عقله مخربش بسبب الجهل وبسبب الالحاد، فاهم طالب الله. طالب هنا لم تفسد ارادته، فالفاهم لم يفسد عقله، واللي بيطلب لم تفسد ارادته، ارادته لسه بيطلب مين؟ ربنا. ربنا بيدور هل يا ترى لسه في واحد فاهم عقله ما فسدش، هل لسه في واحد ارادته لم تفسد بيطلب ربنا ارادته صالحة ومقدسة. ما تقولش ان المزمور ده ما بينطبقش علينا، ما تقولش احنا مش ملحدين، احنا مش ملحدين الالحاد النظري، لكن قد نكون ملحدين الالحاد العملي. والالحاد العملي قلنا ان احنا بنعيش ونتصرف كأن الله غير موجود. ده انا لو حسبت نفسي على العبارة دي، يا ترى انت في حياتك بتتصرف باحساس بوجود الله، ولا في اوقات كتيرة بتتصرف وكأن الله غير موجود؟ في كل مرة بتعمل الخطية فيها بتتصرف وكأن الله غير موجود، ده إلحاد عملي، كأنك بتقول ربنا مش موجود واعمل اللي انت عايزه. ده في كل مرة انت ما بتصليش فيها، ما بتطلبش ربنا فيها، ده إلحاد عملي، كأنك بتقول ربنا مش موجود والرب لم يدعوه. اذا في اوقات كتيرة في حياتنا بيبقى في الحاد عملي فعلا بنعيشه، لما بنعمل الخطية، لما ما بنطلبش ربنا، لما ما بنصليش، لما ما بنتحدش بيه، لما بنعيش ونتصرف في امورنا كأن الله غير موجود، لما بنخاف. طب انت بتخاف ليه؟ انت بتخاف كأن الله غير موجود. اذا كان هو بيقول لك انا معك لا تخف لاني معك، فاذا خفت كأنك بتقول ان ربنا مش موجود، وده الحاد عملي. اذا في اوقات كتيرة جدا الانسان يوم ما بيتصرف وكأن الله غير موجود في حياته بيعيش فكر الالحاد العملي، فهو ده الجاهل وهو ده الالحاد العملي، استقلالية عن الله، ربنا مش موجود في حياته. مش لان ربنا ملوش وجود في الكون، لكن لا، لان الانسان مش عايز ربنا يبقى موجود في حياته، لان الانسان نسي الله او تناسى الله، نسي او تناسى، مش عايز ربنا. ها
هل من فاهم طالب الله؟ إذا كان في دلائل كتيرة في الكون تؤيد وجود الله وفكرة وجود الله، زي تسلسل الأسباب، إن كل حاجة لازم يكون لها سبب. مين اللي عمل الكنبة دي؟ لازم اللي عمل الكنبة دي واحد. طب ومين اللي أوجد الواحد؟ لازم يكون في إيه؟ واحد. في تسلسل لحد ما نوصل إن الله هو الواجب الوجود من إيه؟ من ذاته. ده تسلسل الأسباب يورينا إن في وجود لله. نظام الكون والقوانين بتاعت الكون تورينا إن في خالق واحد للكون. يعني إيه اللي خلق؟ إيه اللي خلى؟ عشان تورونا إن في فكر واحد اللي خلق. يعني كل الناس ليها إيدين ورجلين وراس ونفس وجسد وروح وجهاز هضمي وجهاز تنفسي، ده دليل إن اللي أبدع الناس دول كلهم واحد. حيوان برضك ليه نفس الأجهزة، واحد. اللي أوجد الكون ده واحد، واللي ضابط الكون ده كله واحد. فإذا كان العقل يشير إلى وجود الله، وأيضا ضمير الإنسان وعطش الإنسان باستمرار، إنسان بيتعطش لمصدر وجوده. تعرفين فكرة الأوثان دي ظهرت إزاي؟ عبادة الأوثان دي جت إزاي؟ الانسان كان بيدور على وجوده، مين اللي جابني، مين اللي حطني. الانسان عطشان ناحية الاله اللي اوجده، فبص لكل حاجة بتديله خير وعبدها، وبص لكل حاجة بتعمله اذية وخاف منها وعبدها. حاجة اللي بيحبها عبدها، والحاجة اللي بيخاف منها عبدها. من هنا جت فكرة الاوثان وتعدد الالهة. لكن في واقع الامر ان الانسان كان بيدور على اللي اوجده، شاف البقرة بتديله لبن وبتديله خير عبد البقرة، شاف الشمس بتديله دفء عبد الشمس، شاف التمساح بيخوفه وبيبلعه عبد التمساح. فاذا كان وجود الله ليه من الاسباب كتير او من الدلائل كتيرة، لكن الانسان محتاج انه يعيش بقى فكرة وجود الله في حياته والتمتع بحضور الله، اني مش ممكن استقل عن الله. يرجع بقى للمزمور اللي قبل كده، ان الحياة بدون الله مستحيلة الاحتمال، وان الخطية هي الاستقلالية عن ربنا. فعشان كده الفاهم اللي عنده عقل بيفكر هو اللي بيطلب الله، وربنا بيدور مين بيفهم ومين بيطلبني. ربنا عمال ينظر يبص يدور عشان دول يجي يضيف نفسه عندهم، يقعد عندهم، يمتعهم بعشرته، يمتعهم بوجوده. مين فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الكل ربنا يدور على حد يجي يستريح جواه، مش لاقي حد. لان يقول في حاجتين، زوغان او زيغان. وزيغان ده شيء يرتبط بالسيرة، بالسلوك. انسان سلوكه مزوغ وسيرته كلها زوغان. والفساد ده شيء يرتبط بطبيعة الانسان. فسواء سلوك الانسان وسيرته او سواء طبيعة الانسان، كله ايه؟ فسد. كله ضرب، زيغان وفساد. طبيعة الانسان فسدت وسلوك الانسان فاسد وبايغ. عشان كده لما الله لقى ان الكل وقع تحت العصيان، جه بقى يعيد خلقة الانسان من جديد عشان الانسان يفهم. فجه اللوغوس اللي هو العقل، كلمة لوغوس اللي هو العقل او الكلمة، دي عشان يدي الانسان فتن، يخلق له فتن جديد. فاذا كان الانسان فيه فهم مقدس سيستطيع ان يطلب الله. عشان كده احنا في شخص المسيح بقى لنا فهم جديد، وبقينا نطلب الله ونترجى وجه الله باستمرار. اذا كان الجاهل، وكلمة جاهل على فكرة بالعبرية اسمها نابال. فاكرين شخصية نابال ده؟ نبال ده كان ليه موقف في العهد القديم مع مين؟ داود. كانت امرأته اسمها
أبيجايل، فقالت حتى أبيجايل عنه ان هو الحماقة بايه بعين اسمه كده وهو كده فعلا. فكلمة جاهل نابال، نابال ده قال عبارة واحدة بس، قال مين هو داود ده؟ ما عرفش داود، رغم انه كان يعرف داود كويس، لكن ادعى عدم معرفة داود ومرضيش يدي لداود الهدية بتاعته. ده بالضبط نفس الجاهل اللي بيعمل، ويقول ده رمز لمين؟ للمسيح. واحد يقول انا ما عرفش المسيح، مش لانه ما يعرفش المسيح، لا، لانه مش عايز يعرف المسيح، مش عايز يقدم للمسيح، مش عايز يطلب المسيح. نفس الموقف اللي حصل مع داود. عشان كده قد يكون هذا المزمور ترنم بيه داود في هذا الموقف. قال داود لا اعرفه، زي الجاهل بيقول مفيش ربنا، ما عرفوش. طب اتهام الانسان بربنا وبشريعة الله وبكلمة الله يتحول على طول تلقائيا بقى للقساوة، وانه يضطهد شعب الله ويضطهد الناس اللي حواليه ويحتقر الاخرين. اذا كان بيحتقر ربنا وبيرفض ربنا، مش هيرفض الاخرين؟ عشان كده يقول الم يعلم كل فاعل الاثم، اللي بيعملوا الخطية بقى، اللي هم الجهلة، اللي هم الاشرار، الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز. بياكل الناس كأنه بياكل عيش، واذا كان العيش ده اكله اليومي فهو بياكل برضك الناس ايه كل يوم، في ظلمهم وفي سرقتهم وفي شتيمتهم وفي اغتيابهم وفي دينونتهم، بياكل كل يوم. والرب لم يدعو أساوة تجاه الاخرين وعدم محبة تجاه الاخرين، وايضا استقلالية عن الله، مش عايز ربنا، مفيش اتكال على ربنا، مفيش دعاء لله في حياته. عشان كده كل خطية الانسان بيعملها تتضمن وقاحة شديدة جدا في حق الله، لان الوقاحة دي في ان احنا بنفترض ان احنا بنتصرف احسن من ربنا. ربنا يقول لي ما تعملش كده، او ما انا ايه عامل كده، وقاح، كأن بقول لربنا لا انا اعرف احسن من انت ايه تعرف. هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار، لكن بيقول ان النتيجة ان لا سلام قال إلهي للأشرار. الأشرار فاعل الإثم الجهلة لابد ان يخافوا خوفا، حتى لو شعروا بقوة وبطمأنينة ذائفة، لكنه لا يستطيع ان يتمتع بسلام، لان ربنا ما يعودش وما يديش طمأنينة إلا في الجيل البار، الجيل المقدس اللي بيصنع البر، لكن الجيل الزايغ الفاسد لا يستطيع أن يتمتع بهدوء أو بسلام. رأي المسكين ناقضتم لأن الرب ملجأه. شوف عتات الأشرار دول، يقول المسكين حاجة، والمسكين هنا ده الإنسان اللي هو متكل على ربنا، اللي عايش لربنا، اللي عايش بالبر. المسكين يقول حاجة هم على طول يقولوا ايه عكسها. ليه؟ لان المسكين ربنا هو ملجأه، وهم عكس ربنا، مش عايزين ربنا. رأي قصة لطيفة جدا، واحد بيكتبها عن نفسه، كان غني قوي وكان ليه سلطان ونفوذ، فكان فيه مشروع وحصل ان كمية من الحديد نقصت، فهو قاعد كده بسلطانه بيسأله فين كمية الحديد دي، هو طبعا كان تصرف فيها، فقال لهم الفيران كلت الحديد، فمحدش قدر يفتح بقه لانهم خايفين من نفوذ. قالوا له فعلا الفيران كلت الحديد. تدور الايام ويفقد نفوذه ويفقد غناه وثروته، ويخش في حاجة، في شغلانة بسيطة كده بيعملها من جريد النخل، وفعلا الفيران كلت الجريد بتاع النخل، بس هو كان فقد النفوذ بتاعته والسلطان بتاعه بقى انسان فقير، فهم بيقولوا له فين الحاجة، فقال لهم الفيران كلت الجريد، فقالوا له الفيران بتاكل الجريد، برغم ان الحاجة التانية دي هي اللي ايه صح. رأي المسكين ناقضته، لانه فقد سلطته وفقد ثروته، يقولوا له لا
لكن لما قال لا او لا قال لا مع خول وهو مع سلطته وثروته كلهم نفقوه وقالوا له الفئران بتاكل الحديد. فمن اللحظة دي قدر فعلا يحس بتوبة جديدة جدا، لما حس ان الكلمة اللي قالها من كذا سنة ونفقوه عليها دلوقتي بيقول الحق وما قبلوش الايه حق. رأي المسكين رفضتم او ناقضتم لان الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص اسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. فاذا كان الجهل والخطية والشر ساد العالم ويقول الكل زاغ وفسد وليس من يعمل صلاحا، فبص كده داود وقال للربنا ليت يعني يا ريت بقى الخلاص يا رب يجي منين؟ من صهيون. ليت من صهيون خلاص اسرائيل. يا رب الكل زاغ وفسد وضل وتاه، لكن انت من عندك الخلاص، وكأنه بيشتاق الى الخلاص من الله. عشان كده في الحتة دي بقى نشوف مين المسيح. المسيح ظاهر هنا قوي في المزمور، لان المسيح هو اللي جه يصنع هذا الخلاص للكل الذي زاغ وفسد وعاش الالحاد العملي، الكل اللي بيتصرف وكأن الله غير موجود. فجه المسيح يحقق الخلاص، عشان كده بقى اسم المسيح عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، ربنا موجود. ما بقاش ربنا غير موجود في حياتنا، لا ده ربنا بقى ايه موجود. ليت الخلاص من صهيون، زي اشعيا لما بص ربنا كده وقال له ليتك تشق السماوات وتنزل الينا على الارض. عايزينك يا رب تشتغل في حياتنا. فليت من صهيون خلاص اسرائيل. وصهيون اللي هي اورشليم، اللي هي الكنيسة اللي جه المسيح فيها وجه المسيح منها. وعند رد الرب يا سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. كانت اخر آية دي محيرة جدا، عند رد الرب سبي ايه شعبه، والمزمور ده مكتوب عليه من فوق ايه مزمور لمين؟ لداود. واحنا عارفين ان السبي حصل بعد داود بايه باجيال كتيرة جدا. الله، فقالوا الاية دي محيرة جدا، يا ترى المزمور ده اتكتب بعد السبي، طب ازاي يبقى اتكتب بعد السبي وداود هو اللي كتبه؟ قالوا ان الاية الاخيرة دي ممكن تكون اضيفت بعد ايه السبي، الآية دي تزودت بعد السبي. طبعا لا، لأن المزمور كله لمين؟ لداود. لكن ايه معنى عندما يرد الرب سبي شعبه؟ اولا رد السبي ده الشيطان هو اللي ايه سبانا بنين بالخطية، ليس ولا واحد، الكل صار مسبي بالخطية بالشر. فهيجي المسيح من صهيون يرد السبي، يحرر الناس الايه المأسورين بالخطية، ينادي للمأسورين بالإطلاق. الناس اللي أسرت بإلحادها وبجهلها يطلقها الله أحرارا. معنى رد السبي هو إعادة الخير والمكافأة العظيمة للشعب. لما كنا بنقرأ في سفر الخيرات أن ربنا كافئه وأعاد لي المكافأة، لكن أيضا ما ننساش حاجة، أن فعلا أيام داود كان فيه سبي، لان ابشالوم كان سبى سبايا والسراري بتوع ابوه داود، لكن ربنا رد له هذا السبي مره تانيه. فاذا المزمور ده ما اتكتبش بعد السبي، لكن اللي فعلا كتبه هو مين؟ داود. والايه دي ما بتشرش الى اي اعتراض عليه. فصار بقى الحكيم اللي هو عكس الجاهل، الجاهل اللي بيرفض وجود ربنا في حياته، الحكيم هو اللي بيؤمن بوجود ربنا، ومش بيؤمن بوجود ربنا بس، لكن كمان بيسعى انه يرضي ربنا علشان يظل متمتع بهذا الوجود. فاذا كنا عايزين نخرج بقى من الالحاد العملي، ان احنا مش بس نؤمن بوجود الله، ولكن بالاولى نسعى ان احنا نرضي الله
علشان نتمتع باستمرار بايه؟ بوجوده. لان احنا لو ما ارضناش ربنا ينحجب وجه الله ايه عنه. فيقول لما يرد ربنا سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. وهنا ذكر الاسمين، اسم يعقوب واسم اسرائيل. اسم يعقوب ده الاسم القديم بتاعه قبل ما يقابل ربنا، واسم اسرائيل ده الاسم اللي خده بعد ما قابل ربنا وصارع حتى طلوع الايه الفجر. فبيقول يهتف يعقوب، يعقوب ده رمز الانسان الضعيف الانسان العتيق، يهتف يتقوى فيصير اسرائيل الانسان الجديد الفرحان تملي بربنا. عشان كده ريت ان احنا باستمرار اذا كان الفكر هو مركز الجهل والفهم، فياريت تبقى افكارنا باستمرار تفكير السليم، ما هوش التفكير الخاطئ، لان التفكير الخاطئ يؤدي الى العمل الخاطئ الذي يؤدي الى الهلاك. تفكير الاستقلالية عن الله وعدم التمتع بوجود ربنا في حياتنا باستمرار ده اللي بيضيع الانسان. مزمور 13 داود ما يحتملش عدم وجود الله في حياته، في مزمور 14 بيتكلم عن الجاهل اللي مش عايز وجود ربنا. واذا كان الكل صار جهلة، لكن بيدينا وعد الخلاص بان ليت الخلاص من صهيون يأتي عندما يرد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟